ابن المزعجة ده. اهلا بكم يا جماعة، أول يوم أول فلوج في E3 دلوقتي داخلين. هنتفتش دلوقتي الحقيقة، احنا الساعة 9 الصبح وأنا مش ملابس ساعة، معرفش ليه بصيت الساعة والدنيا فيها ناس كتير يعني. هتفتش ونكمل جوه. دلوقتي احنا دخلنا معرض E3، هو دلوقتي مفتوح بس للميديا، هم بس اللي عارفوا يخشوا، لكن الناس العاديه اللي هو جايه دفع تيكت او الناس العاديه اللي معاها تيكتس عاديه ما ينفعش تخش، بتخش كمان غالبا ساعتين. وزي ما انتم شايفين هو في ناس، يعني هو مش فاضي قوي، هو في ناس بس احنا ما ينفعش نخش نتفرج على اي حاجه، احنا بنقف طوابير زي الناس دي. كل دول ميديا، فانتوا متخيلين ان دول بس لو ميديا، امال الناس العاديه تبقى عامله ازاي؟ احنا دلوقتي هنخش الميديا روم، فاحنا هنخش دلوقتي نعمل اديت لفيديو للاسف، وبعدين هيكون المفروض الوقت عدى ونخش المعرض عادي بقى. احنا يا جماعه دلوقتي جوه الميديا روم، زي ما قلت الحته اللي ورايا دي كلها عباره عن كمبيوتر ديسكس، وكمبيوترز قويه جدا، لابتوبس قويه جدا، بانترنت قوي جدا برضو عشان الناس اللي بتعمل كونتنت زينا كده، مثلا عايز مثلا يعمل اديت لفيديو، عايز يكتب ارتكل، عايز يشتغل في هدوء، يجي الاوضه دي يشتغل وبعدين ياخد بعضه ويمشي. باشا يا جماعه، احنا لسه مخلصين تجربه البيس 19. لا اللعبه حلوه بصراحه، يعني اللي بيميز بيس عن فيفا ان بيس بتبقى سريعه قوي، الكنترولز بتلقط بسرعه، يعني معنى اللي هو الريسبونس بتاع اللعبه سريع جدا، يعني الجرافيكس بتاعت بيس كويسه حلوه قوي. كمان زودوا فيتشرز في اللعبه، ده هنعمل فيديو مخصوص لبيس 19، المفروض يكون نزل على الشانل دلوقتي. فتعالوا نتمشى شويه نشوف ايه اللي نقدر نعمله كمان في E3. ماشي يا جماعه، لسه مجربين ذا ديفيجن 2 دلوقتي، لعبناها لمده حوالي ساعه الا ربع. لعبه حلوه قوي والله، زودوا حاجات كتير قوي، صورنا عملنا كابتشر جيم بلاي حلو قوي والله، كنت قاعد
بفشخ العيال. ودلوقتي رايحين نلعب كول اوف ديوتي، نلعب بلاك اوبس 4 دلوقتي، يلا بينا. ماشي يا جماعه، لسه مخلصين بلاك اوبس 4، قدرنا نلعبها لمده ساعه ونص، لعبنا بتاع 5 ماتشات. في حاجات حلوه وفي برده حاجات مش عجباني قوي، بس اوفرال اللعبه حلوه. برده لسه ما نعرفش اي حاجه على الجيم مود بلاك اوت، وده صراحه متحمس جدا يعني، بس يعني اوفرال بلاك اوبس 4 حلو. بتاع اللي ورايا دي تكتب اسامي الناس اللي دخلوا واشتركوا في البيتا بتاع ديفيجن 2 على التمثال ده، فدي حركه حلوه قوي. انا شفت الصراحه اسامي يوتيوبرز معروفين زي ليفل كاب بتاع اللي بيعمل ابلود لحاجات باتل فيلد، وزي برستيج سكي وكابتن سباركلز وناس كتير يعني. ده التاني جاي لك كمان. يعني هتتكلموا عليا ولا ايه؟ لو كنت شيرت هنا. تاني يوم من الفلوج، معلش بدأنا متأخر شوية، وانت مش بتصور 60 فريم ليه؟ ماشي يا جماعة، رجعنا 60 فريم تاني. النهاردة احنا كنا فين؟ والله الناس هنا عسلية خالص. النهاردة بدأنا اليوم سريع جدا، كان عندنا زي فيديو كده بنصوره مع بلاي ستيشن ميدل ايست، المفروض هينزل عندهم على الشانل. دلوقتي احنا رايحين نجرب، عندنا كابتشر سيشن ان احنا نروح نلعب ونسجل لعبة سبايرو تبع اكتيفيجن. يلا بينا، واحنا متأخرين برضه. I was walking by the ocean, feeling all emotion when she came right up next to me. I got caught up in the moment, felt like we were frozen, like it was literally meant to be. Time stood still right there. ماشي يا جماعه، لسه مجربين لعبه سبايرو. لو فاكرين لعبه سبايرو القديمه قوي بتاعه التنين، بيقعد يحرر اصحابه التنانين. يا بصوا، انتوا لو اتفرجتوا على الجيم بلاي هتفتكروها قوي، او حتى لو بصيتوا على الصوره هتفتكروا اللي انا بتكلم عليه ده. سبايرو نازله بالكامل بالعربي، هيبقى فيه نسخه بالعربي، ودي حاجه عجباني جدا. اللعب بجد معظم اللعب بيتنزل بالعربي، دي حاجه بتبسط الواحد يعني. تنزل يوم 21 سبتمبر. احنا صورنا الاثنين جيم بلايز وهتلاقوها على الشانل عندنا. قبل ما نخش المعرض نشوف نعمل ايه جوه. ما اعرفش صراحه عندي ايه جوه، انا بتفاجئ كل شويه ان عندي لازم اروح. انت انا مالي بقيت اصفر كده ليه؟ كانت يا جماعه رحلتنا لاي 3. نحب نشكركم على كل السبورت وكل الدعم اللي انتوا بتدوه لنا باللايكس بالسبسكرايبس، اللي بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتنا بالشيرز بكل الكلام ده. وان شاء الله يا جماعه نشوفكم في فلوجز جديده في رحلات تانية. وسلام. ايه ده؟